وللتعليق ينضم إلينا عبر الهاتف من إسطنبول حسين السبعاوي الكاتب والباحث السياسي. سيد حسين مرحبا بكم. يعني كما تابعتم تظاهرات لم تتوقف منذ 3 أسابيع في البصرة والنجف والمثنى وبابل وبغداد وغيرها من محافظات العراق، لكن كيف تفسر إصرار المتظاهرين استكمال تظاهراتهم رغم القمع الأمني؟ تفضل سيد حسين. عليكم السلام ورحمة الله، تحية لكم ولمشاهديكم الكرام. أنا أعتقد من شدة الألم ومن شدة المصاب الذي يعاني منه الشعب العراقي خاصة المتظاهرين، فيأتي هذا إصرارهم من شدة المصاب الذي أصابهم بحكومة فاسدة، بحكومة فاقدة للخدمات، لشعب فاقد الخدمات، فاقد الوظائف، فاقد لكل شيء. هذا البلد، هذه الدولة بمواردها النفطية والمواد الأخرى، فمن شدة هذا المصاب ومن شدة الألم أصر المتظاهرون على البقاء داخل الشارع رغم درجة الحرارة، رغم هذا القمع، رغم الاتهامات التي يلقاها، لكن من شدة المصاب كبير جدا على الشعب العراقي، ولهذا سبب يأتي هذا الإصرار. طيب سيد حسين، يعني أدان ناشطون حقوقيون وأيضا منظمات المجتمع المدني قمع ميليشيا العصائب للمتظاهرين خاصة في محافظة النجف، تعتقد أن الميليشيات أخذت الضوء الأخضر لسحق المتظاهرين؟ بالتأكيد الميليشيات هي الجهة الحاكمة اليوم في العراق، هذا واحد. ثاني أنه هذه الميليشيات لأنها هي غير مهنية، ولا تعرف حقوق الإنسان ولا تعرف كيفية التعامل مع المتظاهرين وإلى آخره، فبالتالي لابد أن تمارس هذا القمع وهذا الإجبار ضد المتظاهرين. لكن هنا السؤال المهم أنه في محافظة النجف التي هي تعتبر العمق السياسي لعصائب أهل الحرب وللحكومة العراقية، مدينة النجف تعتبر العمق الاستراتيجي إذا في مدينة النجف هكذا المتظاهرين، فما بالك في المدن الأخرى التي تعاني أشد ظلما وإكراها على هذه الحكومة؟ تعتقد أن الرصاص الحي سيثني المتظاهرين عن مواصلة احتجاجاتهم سيد حسين؟ يا سيدي، حالة الانفصام ما بين الشعب العراقي وما بين الحكومة حالة لا يمكن أن تعود إلى وئام على الإطلاق، ولهذا السبب سيستخدمون الرصاص ويستخدمون الاعتقال والتعذيب وسيطرة المتظاهرين، ولكن هي حالة انفصام وجدت ولن تعود إلى حالة أي حالة وئام. هناك المتظاهرين العراقيين والشعب العراقي عموما يحتاج الى الدعم لهذه التظاهرات ليتخلص من هذا الظلم وهذا الفساد، لكن للاسف ان القوى الدوليه الفاحشه في الساحه الدوليه هي متفرجه ان تكون سانده لاي دكتاتور عربي يحكم هذه البلاد سواء في العراق ام غيره. سيد حسين، الى اي مدى ترى ان تحول التظاهرات الى اعتصامات يمكن ان يؤدي الى مزيد من القتل والخطف الذي تمارسه القوات الحكوميه والميليشيات؟ هذا نهج هذه القوى، هذه الحكومات، النهج الموجود طائفي ليس نهج وطني، هذا معلوم لدينا، ولكن انه المتظاهرين انا من وجهه نظري اوصلوا رسالتهم، وصلت رساله المتظاهرين سواء للشعب العراقي حتى للمجتمع الدولي انه نحن نرفض الطائفيه وان ايران عدو وليس صديق للعراق، هذا الرساله المهمه، الخلاص النظام الطائفي وايران عدو وليس صديق، هذه رسائل وصلت من اسطنبول بالاعتصام بالتظاهر باي طريقه، ولكن انا اتوقع حسب قراءتي للمشهد انا اجد انه العراق ان خفتت هذه المظاهرات وبسبب القمع والظلم والاخره اعتقد لاحقا ستكون ثوره اكبر من ان تكون مظاهره واعتصام. الكاتب والباحث السياسي حسين السبعاوي حدثنا من اسطنبول، مشكورا، شكرا جزيلا لكم.